طيب خلينا نروح لكريم وارقام مباراه الاهلي والطلائع الاخيره. طبعا المباراه الاخيره مباراه الدوري النادي طلائع قدر ان هو يعني ياخد فيها التعادل. في وجهه نظري كانت مباراه حاسمه في مساله المنافسه، واعتقد هي اللي قضت على منافسه النادي الاهلي اللي علقه في الاسابيع الاخيره. بعيدا تاني عشان لازم انا اقول بعيدا عن الهدف، بعيدا عن الهدف غير المحتسب، واللي ان شاء الله باذن الله باذن الله نشوف موسم ليه. طبعا لازم ابارك للكابتن عصام فتاح رئاسته للجنه الحكام، وبدل من الكابتن وجيه احمد. طبعا على المستوى الشخصي بحترمه جدا، لكن على المستوى البيزنس او المستوى العملي ممكن نختلف اختلافات كثيره. الارقام النادي الاهلي وطلائع الجيش في نهايه الدوري السنه اللي فاتت، الاستحواذ طبعا كان طبيعي يبقى للنادي الاهلي 68% 32% طلائع الجيش، لكن احنا ما قدرناش نستغل الاستحواذ ده الاستغلال الامثل اللي خلانا نكسب. تمريرات طبعا طبيعه لاعب بيتسو موسيماني كابتن اسلام، باصين كتير 515 باص مقابل 195 لطلائع الجيش، طبعا في فجوه كبيره جدا. التمريرات الطوليه دي واحده من النقط اللي مبليها مرتفعه شويه عندنا، بعرف ان احنا حلولنا قلت. ده والرقم ده مهم جدا طبعا، يعني الرقم ده ان النادي الاهلي يعمل 44 تمريره طوليه كتير. ده بياكد ان احنا كنا يعني عاجزين تكتيكيا شويه. بص يا احمد كمان بقى ايه يعني تلاقيه قريب من طلع الجيش، وده مش لعبنا. الله اكبر عليك، برافو عليك، ده مش لعبنا بالزبط. يعني فهي الفكره ان هم يعملوا 44 تمريره طوليه، ده رقم بياكد ان هو كان بيلعب جيم دفاعي وعامل وبيضغط في وسط الملعب صح، وانت عمال بتعمل تمرير طولي مش عارف تختار، وانت مش عارف تختار، وهو مرتاح لكده. طبعا يعني هو مرتاح، انت عمال بتدي له تمريرات طوليه والمدافعين ايه بيقطعوه، وكمان ياثر عندك بقى في حته ايه الرقم اللي بعديه بقى. احنا كمان مع ده مع اسلوب اللعب بتاع بيتسو موسيماني ما ينفعش نعمل 40 كره عرضيه كتير قوي. ده طبعا دول هتلاقي كابتن اسلام 25 مثلا، لا واستنى يا احمد 25 مثلا منهم هتلاقيهم اتعملوا في اخر ثلاث دقايق ليه؟ انت خلاص الوقت بيجري منك وانت عايز تجري بسرعه عشان تقدر تحقق الهدف. فهي كلها بعض الارقام او بتدينا مدلول الماتش كان ماشي ازاي. محاولات على المرمى 16 محاوله للنادي الاهلي، رقم كبير ما قدرناش نستغله، خمسه بس لطلائع الجيش. المحاولات الصحيحه من ال 16 كانوا سته بس واربعه لطلائع الجيش. نسبة دقة المحاولات طبعا بالنسبة للنسبة والتناسب الأرقام اللي احنا قلناها دي 37% بس للنادي الأهلي، 80% للنادي طلائع الجيش. عمل خمس محاولات منهم أربعة على المرمى، وبالتالي ده يناسب أسلوب اللعب اللي هم بيلعبوا بيه، وأعتقد ده برضه نفس السيناريو يا كابتن إسلام اللي احنا هنشوفه بكرة. هل من المتوقع أن كابتن باسيوني يغير يا أحمد؟ لا لا، صعب جدا، صعب ان هو ما حتى مع تغيير بعض اللاعبين. هو انت من مذاكرتنا الكابتن عبد الحميد باسيوني او لمعرفتنا لاسلوب لعبه، بالتاكيد هو اسلوب لعبه مان تو مان، ده هو حتى بيحفظ اللعيبه كده في المحاضره مان تو مان، اللي هو ايه، انا هلعب زون ديفنس، وهتلاقي عامل رقابه على قفشه لو بدا يعني كاساسي كصانع الالعاب، ورقابه على الاثنين الارتكاز، وده اللي هنشرحه في الفقره الفنيه. هتلاقي ان في دايما مثلث في وسط الملعب هو بيعمل رقابه المان تو مان، بيزهقك. وبالتالي احنا لما شفنا في الارقام احنا عاملين 44 تمريره طوليه في الماتش، ده رقم كبير. يعني 44 ده دليل ايه؟ ان هو قافل لك، مخلي الكرة عند ياسر ابراهيم وايمن اشرف ورا، فعمالين يعملوا تمرير طولي. ليه؟ لان هو عامل كماشه في وسط الملعب، بيعمل ستاره دفاعيه بشكل كويس جدا، فمخليك ان انت عمال تطير الكرة وخلاص، وهم عنده المدافعين طوال القامه، فالعمليه تحولت الى بالونه، عمال بتعمل بالونات. طب ده حله ايه؟ حله ان انت لازم تتحرك بدون كوره بشكل كويس جدا، لازم عشان تفك التكتل ده لازم تتحرك بدون كوره، لازم صانع الالعاب ينزل لتحت، لازم الاثنين الارتكاز واحد فيهم ينزل ما بين قلبين الدفاع عشان اسحب معايا الايه؟ اللي ماسكني مان تو مان، افضي المساحه في ظهره، لكن انا طول ما انا في حضنه خلاص هفضل اعمل بالونه ومسهل عليه الدنيا. طيب هنكمل.